السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي داير لاباس؟ اللهم لك بخير الحمد لله. ما عندكش فين تسكن؟ واجد تقول حالة بنتي انا زاد نسكن عند الناس. ايوا الحمد لله. وعندك شي وليدات؟ ما عندي حتى واحد، عندي الله تعالى سبحانه. صافي حنا هما ولادك ان شاء الله. بارك الله فيك. انا غنديك غتكون الله يخليك. الله يخلف عليك. كون معزز مكرم واكل شرب ما يخطاك حتى شي خير باذن الله. بارك الله فيك. يلاه عزز لي اخويا داكشي ديالك. ها الا كنتي دابا ملي غتمشي راه غيدوشوا لك عطاك حويجات جداد وغادي نديك للطبيب نشوف شنو عندك. الا كنتي مريض غنشري لك الدواء واي حاجه خاصاتك راه غادي تقولها لي. انا راه كنجي يوميا تما غتقول لي شنو خاصك. راه كاينه المديره تما كاينين الموظفين اي حاجه بغيتيها غتطلبها لي. الله يطول عمرك وغتعيش تما معزز مكرم ما غيخطاك حتى شي حاجه. مولا الحرام. العفو. مرحبا مرحبا على الراس والعين. مرحبا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الكرام بقناة تيفلت بريس. الآن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحل معنا ضيفة إنسانة عصامية مثابرة انطلقت من الصفر واستطاعت بفضل قلبها الكبير وحبها لفعل الخير ولمساعدة المسنين واليتامى أن تصل إلى قمة هذا العمل الاجتماعي. معنا الأستاذة السعدية صنيبة رئيسة الجمعية الخيرية لرعاية المسنين والتكافل الاجتماعي بسيدي علي البحراوي والمسيرة ورئيسة ديال المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بسيدي علي البحراوي الذي تم إنشاؤه من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. السعدية صنيبة قدمي لنا نفسك للناس اللي كيشاهدونا، شنو يمكن تقول لنا شكون هي السعدية صنيبة؟ السلام عليكم، معكم السعدية صنيبة رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية المسنين والتكافل الاجتماعي بسيدي علا البحراوي. سيدة عندي جوج وليدات، حبيت هذا العمل الاجتماعي منذ الصغر، حليت العينية في الوالدة ديالتي، امرأة محسنة معروفة في سيدي علا البحراوي، معروفة بأم عيشة، يعني الكل الناس الكامونين القدام يعني عارفينها، وكانت كتعاون الصغير والكبير والأرامل والمطلقات، وأنا حليت عينية فيها وكملت المسيرة ديالها. كيفاش كانت البدايه؟ كيفاش دخلتي لهذا المجال ديال 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 هذا التكافل الاجتماعي وديال مساعده ديال المسنين والايتام؟ كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذا؟ واش كانت البدايه سهله بعدا؟ في البدايه اسست جمعيه خيريه لكفاله اليتيم، ولكن ما استمرتش فيها، تكفلت بالايتام مده ديال 3 سنوات. من بعد جاء الحجر الصحي وما كانش الدعم حتى من شي جهه وحبست في هذا المجال، ولكن كملت في المجال ديال المسنين منذ شتاء 2016. جمعت جميع المتشردين اللي كينعسوا في الزنقة المسنين بالدرجة الأولى، وكريت لهم كراج وكريت لهم جوج ديور وتكفلت بهم أنا والوالدة ديالتي، واحد المحسن الله يجازيه بخير اللي هو سميتو المامون أغني القاسمي، كان افتخر به لأنه إنسان يساعد لوجه الله، ما عنده حتى شي هدف، ما عندوش أهداف نهائيا من غير الخير. هاد صافي انطلقنا منذ 2016 إلى غاية ومنذ البدايه ديال التكفل بالمسنين، وانا كنجري وكنتقاتل باش نجيب ليهم مشروع اللي هو خيريه فين يكونوا وفين يعيشوا حتى هما بالكرامه ديالهم. والحمد لله توفقت باذن الله سبحانه وتعالى وبفضل جلاله الملك نصره الله وايده، وتبنى لنا مشروع على ارض سيدي علا البحراوي اللي هو المركز الاجتماعي للاشخاص المسنين سنين تابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. بناء وتجهيز مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والأرض كان عطاها لنا المجلس البلدي، مشكورين من هذا المنبر. وهكذا انطلقنا من لا شيء والحمد لله، جاء الله التيسير
وطبعا اكيد البدايه كتكون فيها عده اكراهات، مده ديال 5 سنوات ما كان عندنا دعم حتى من شي جهه نهائيا، وتعرضنا لمشاكل وبزاف ديال الامور، ولكن الحمد لله الانسان الى حط واحد الهدف قدامه وبغى يوصل ليه كيوصل ليه بالصبر وبالعزيمه من طبيعه الحال. واش يمكننا نقولوا بان السعديه صنيبه حققت داكشي اللي كانت باغاه، يعني الاهداف اللي كانت مسطراها خصوصا في مجال ديال العنايه بالمسنين، واش حققت داكشي اللي كانت مسطراه، الهدف اللي كانت مسطراه؟ هو صراحة حققت أكبر هدف، هو أنهم تبنى لهم واحد الخيرية فين يلقاو تاهما الكرامة ديالهم اللي ما كانتش، يعني كانوا مساكن عايشين غير في الشارع، وتبنى لهم سونتر اللي هو غاية في الروعة، يعني كما كنقولوا 5 طوال، يعني هذا راه أكبر إنجاز رغم العراقيل وقلة الدعم، يعني لغاية الآن يعني ما عندناش دعم كافي باش نكونوا بدوك العدد الكبير ديال المسنين اللي هو 50 مسن. الحمد لله. يعني دابا المسنين منين كتجيبوهم بحال هكا من الشارع ولا هاد المتخلانهم، يعني شنو المسائل اللي كتقدموا لهم، شنو الاجراءات بعدا اللي كديروا في الاول، وكيفاش تتوصلوهم للبلاصه فين تينعسوا داكشي هو المسنين اللي تكفلت بهم الجمعيه وعلى اطرها جابت المشروع، راه كانوا كلهم في شوارع وازقه سيدي علا البحراوي، يعني ما بقى حتى شي متشرد نهائيا، ورغم ذلك منين سمعوا بان السونتر راه تبنى في سيدي علا البحراوي ولاو كيجيو من مدن اخرى وكينعسوا قدام البنك الشعبي، يعني حنا يحيدنا ذاك العدد اللي كان كبير في البحراوي ما بقاش ليه الاثر، شي شويه ولا كيجيو الناس كيجيبوا لنا ناس من المدن المجاوره وكيحطوهم، يعني هذه اشكاليه اخرى. ولكن المهم دابا حاليا منين كيموت شي واحد عندنا في السونتر ولا كندمجوا شي واحد وكتبقى شي بلاصه خاويه، كيتصل بنا شي مسؤول كيقول لنا راه كاينه واحد الحاله اجتماعيه هذا وهذا، وكنطلبوا لهم حنايا باش يكتبوا لنا توجيه، وعلى ذاك الاطار التوجيه كنستقبلوا ذاك المسن وكنحلوا ليه الملف الطبي وملف اجتماعي وصافي وكنتكفلوا به. يعني واحد سؤال اخر، واش يعني عندك شي اهداف اخرى اللي باغا تحققيها ومازال ما وصلتي لها؟ يعني تنهضروا دائما بالنسبه لهذا المجال ديال رعايه المسنين. عندي اهداف كثيره ماشي هدف واحد بالنسبه للمسنين، يكون عندنا الدعم، عندي بزاف ديال المشاريع اللي غادي نديرها لهم. وبالنسبه لاهداف اخرى هو انني كنطمح باش يكون عندنا مركز للايتام بسيدي علا البحراوي، عاود ثاني يكون عندنا مركز للتربيه والتكوين خاص ب ب ب, ب ماشي الاطفال، خاص بالتلاميذ اللي كينقطعوا على الدراسه وكيخرجوا من التاسعه ولا هذا، هذوك ما بغيناهمش يضيعوا، خاصنا نعلموهم شي حرفه ولا هذا اللي يلقاو اللي يبداو حياه جديده. ولو خلاص راه اصلا دابا عندي مركز التربيه والتكوين اللي فيه النساء كيتعلموا الفصاله والخياطه وكيتعلموا الصنعه التقليديه، هذاك ثاني عندنا اكراهات لاننا كارين غير كراج كبير، يعني حتى دوك الفلوس ديال الكرا راه ما كنلقاوش منين نجيبوهم، كيبقاو يتسالونا الناس حتى كيدخل شي دعم ولا حتى كيجي شي محسن عاد كيخلص. المهم كاينه اكراهات ماديه كثيره هي اللي كتعيق السير ديال الجمعيه. السعديه صنيبه، السنه اللي دازت الحمد لله حصلتي على شهاده البكالوريا في هذا السن هذا، يعني بموازاه مع العمل ديالك في العمل الجمعوي والعمل الخيري اللي يعني تعلقتي فيه، فاستطعتي انك تكملي المشوار ديالك الدراسي وتحصلي على شهاده البكالوريا وتدخلي للدراسه الجامعيه الحمد لله، شنو يمكن لك تقولي لنا على هذه المساله هذه؟ انا كنت عندي امنيه باش نكمل ندخل الجامعه نكمل التعليم ديالي، ولكن عمري ما حلمت باش غادي نقبط الباك في سن كبيره، كنت كنطمح باش ناخذه فاش كنت باقا صغيره،
ولكن ما الظروف ما ساعدتنيش حتى كبرت وشديت البكالوريا هاد السنه هذه ديال 2020، والحمد لله تسجلت في الجامعه ودرت التخصص ديال المجال ديالي اللي هو علم الاجتماع، وكنطمح ان شاء الله ناخذ شواهد عليا باذن الله الى كمل الله سبحانه وتعالى. شنو يمكن لك تقولي لنا مناسبة اليوم العالمي للمرأة، شنو يمكن لك تقولي للمرأة المغربية بالخصوص المرأة اللي تشتغل في هذا المجال، ولا اللي كنقولوا اللي مهتمة بهذا العمل الجماعي، شنو يمكن لك تقولي لها؟ والمرأة بصفة عموما المرأة المغربية شنو يمكن لك تقولي لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ كنحيي جميع نساء المغرب، وكنحيي بالخصوص المرأة القروية اللي كتعاني من بزاف ديال الحوايج. المراه بصفه عامه كنحاول نوصل لها واحد الفكره، هو انها تسطر واحد الهدف قدام عينيها وتخدم عليه باش ما تتصابش لا بالامراض النفسيه ولا بالاحباطات ولا تمشي حاجه، باش تنطلق باش تتحقق لراسها نجاح في حياتها. بغيت النساء اللي يتعطوا للعمل الخيري، بغيتهم يناضلوا ويجاهدوا ويرميوا عليهم اي حاجه اللي غتعيق المسيره ديالهم ويضحيوا. وبالنسبه للنساء اللي جالسين في الديور، حاولوا ما تخليوا حتى شي حاجه اللي تحطم الأحلام ديالكم ولا الطموحات ديالكم. خلقوا شي حاجة اللي تعيشوا منها، بحال السيدات اللي جالسين غير في الدار، ما تضيعيش وقتك في الماكلة والنعاس، ويعني ديري شي حوايج اللي تستافدي منها. قراي، القراية راه شي حاجة زوينة. عرفتوا منين كيقرا الإنسان وكيعمر الدماغ ديالو، راه كيخرج من الجهل إلى النور. حتى الحياة، حتى النظرة ديال الحياة ديالك كتبدل، ما كتبقايش عايشة في واحد الدائرة مغلقة، ما كتبقايش تهتمي لاخبار الناس، كتولي تهتمي لشي حوايج اللي هي في صالح المجتمع. تخدمي المجتمع ديالك، تخدمي وليداتك، باش بالاصرار والعزيمه ومحاربه الجهل. كنتمنى لكل شيء التوفيق والنجاح، وشكرا. شكرا استاذه سعديه صنيبه على هاد المراه. كنقول لك كل عام وانت بالف خير، ونساء المغرب ونساء العالم ايضا كلهن بالف خير، وتحيه للجميع.